هل الزكاة شعائر أيضا تعتبرها أم أوامر؟ والإنفاق الصلاة والصلاة والزكاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أهم ركنين من أركان الإيمان، لأنه لم يخير الإنسان فيهما. الزكاة توازي الصلاة تقريبا. نعم، ولم يخير، ولم يخير، لا، ما أنه أنت افرض على حالك، مو أنت مثلا بتطالع فيها حسم يعني في الأوامر، هناك حسم. شوف كثير شغلة مهمة بتلاحظها ببنية المصحف. رب العالمين قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، القرآن هدى للناس وكل أهل الأرض ناس، بينما بأول مصحف قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هون البداية، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. شوف، إذا قلت كتاب لكل أهل الأرض وكتاب لأهل القاهرة، أهل القاهرة من أهل الأرض، معناتها الموجود بكتاب أهل الأرض يكون موجود بكتاب أهل القاهرة، بده يكون في شيء إضافي معنا. إضافي سمعنا في حلقة سابقة. الإضافي هو بالكتاب، بده يكون في إضافي، بده يكون في القرآن وإضافي فوقه. يعني المتقين الآيات التي القرآن هو الغيبيات، الذين يؤمنون بالغيب، هذا القرآن إضافة له، ويقيمون الصلاة لأنه ذكر الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدان للمتقين. للمتقين هي زمرة خاصة، المتقين ناس، وذات القرآن هدى لهم كمان. وضعت الآية صفاتهم. نعم، لا، وبده يكون ضمن هذول القرآن موجود، لأنه هن من الناس كمان. لسه أقول لك الذين يؤمنون بالغيب اللي هو القرآن، ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. تنتين تفتح المصحف كله، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ما في وصائمين رمضان ويصومون رمضان، ما في والحجاج. افتح المصحف، تعطيك ذكر لك ياهم كلهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون، الرجال ولا تنسوا ولا بي عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة. نعم، الآيات كثيرة دكتور، كثيرة جدا تربط بين الصلاة والزكاة، يقومون الزكاة وهم للأهمية، ويقوم قديش فيها كثيرة صلاة. جدا جدا في رمضان، أين في رمضان؟ لا الآن نحن على الآيات نعم نحن أمام طائفتين من العبادات أو ما تسميها أنت الشعائر. تماما، نحن أمام طائفتين، يعني جانب مهم جدا جدا ويركز عليه القرآن الكريم، لكن الآخر ليس غير مهم، إنما ذكر في مرات معدودة. يعني ليش؟ لأنه الثاني قال لك فمن فرض فيهن الحج حط خيار لك كمان، والصوم حط خيار لك. طيب، وقال لك أنت تؤجر بس أحسن لك روح. برأيك أين تكمن أهمية الزكاة والإنفاق؟ ذكر في القرآن الكريم بالمناسبة مع جذوره أنفقوا، ذكرت 67 مرة. نعم، أقول لك ليش. أولا بدي أخذ سورة التوبة، هو حط الصدقات شو فيها، والزكاة هي الحد الأدنى، والإنفاق هو أكثر من الصدقات. واضح. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. هدول أسئلت شو معنات الفريضة سابقا. نعم، حشرحتها. الآية الثانية بتقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. طيب هدول شو هدول؟ كان آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. نعم نعم، آتى المال على حبه وفي زكاة بآخر الآية، وفي زكاة بآخر، معناتها آية الصدق، هذه آية الصدقات. آية الصدقات إذا أعطيناها مع آية الصدقات لازم نساوي تقاطع. في ثلاثة مشتركات بينه وبين الآية وثلاثة غير مشتركات. الفقراء والمساكين، المشتركات المساكين وابن السبيل وفي الرقاب، هذول موجودين بآية التوبة بهي وبآية البقرة. المساكين وابن السبيل وفي الرقاب. والرقاب، واللي مو موجود في آية إنما الصدقات ذوي القربى واليتامى والسائلين.
طيب مباشرة هيك ندخل لهذا التقسيم يعني. بالحساب لك هناك شيء زكاة اسمها زكاة الإيمان أو زكاة خاصة بالمؤمنين، هناك زكاة إنسانية عامة. بالمناسبة يقصد دكتور زكاة أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يسميهم المؤمنين. نعم. وهي زكاة وزكاة الإسلام الذين يؤمنون بالله. الإنسانية. الإنسانية تسمى. أنت لميتم غير موجودين. اللي غير موجودين بهذا هن اليتامى والسائلين والرقاب. لا اللي ما موجودين. يعني أنت إذا كان قال لك إذا ميتم في أولاد بلاد هندوس قال لك إيه برا شو وين مشكلة؟ انتبه. أما أنت الفقراء قال له الفقراء ما بتتبرع على العاطين عن العمل بأمريكا. المشاكل المجتمع المحلي. المحلي اللي أنت عندك. نعم. حتى هو عم يعطيك الناحية الإنسانية، هي أعطاك الناحية الإنسانية، اللي هي بعد إنساني تام. هي زكاة إنسانية هي زكاة. 100%، يعني أنت يتيم، هندوسي، مسيحي، يهودي، ما بتفرق، لا تسأل. عمل إنساني، عمل إنساني. المساكين مع كل أسف لم أراها إطلاقاً حتى الآن في البرامج الدينية. المساكين هم فئة خاصة من الناس لم ينقطع منها أي مجتمع، هم ذوي الإعاقات، أصحاب الاحتياجات الخاصة. أصحاب الاحتياجات الخاصة قال لك هدول لا تسأل كائنا من كان. قال لك هذا ليش؟ قال له من السكون، لأنه ميزون عن الفقراء. هذا سمو ورقي في الدين. لك ميزون عن الفقراء ولا ما ميزون؟ قد لا يكون قد لا يكون فقير. بالضبط. لا، والفقير ممكن يكون مو مسكين، لكن كما يقال في العامية يعني يجبر خاطره يعني الفقير مو شرط يكون معاق، والمعاق مو شرط يكون فقير. إلا من فقد بصره يعني نعم. لا، حتى اللي معه فلوس ومعاق ما بيقدر يساوي مدرسة تأهيل مشان حاله. ما بيقدر. أنت تنظر نظرة حضارية الآن. ما بيقدر. لمصارف الزكاة ومصارف الصدقات. يعني مع الأسف بساو مرة ساو حلقة دينية لذوي الإعاقات الخاصة، وعالم فاضل عميكي لك جاب إنه الثواب وكذا وإلى آخره، ولم يأتي أي واحدة إنه هؤلاء هم المساكين. أنت الآن تعرف المسكين. المسكين هم نحن الآن من سكون رب. هل اسمه قليل الحيلة؟ ملك ولا قليل الحيلة يعني مكرسح مشلول، يعني أعمى، يعني أطرش. عطفاء على الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ليش الفقراء؟ قالوا لأنه عددهم أكثر. الفقراء أكثر. أكثر. المساكين عددهم. المساكين هدول المميزين، المسكين ما بيغشك. يعني إعاقته ورب العالمين قديشه قديشه رحيم. دقيق. وقال الله الذي أخرجكم بطون لا تعوا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا السمع والبصر ما عاد الشم والذوق، مع أنه في حواسي اللمس والشم خمس حواس. إيه قال له شوف، اللي فاقد واحدة من التنتين يعتبر معاق، بس السمع والبصر بس. أما قال له واحد فاقد الذوق، قال له إيه فاقد الذوق يستطيع أن يعمل بيشتغل ما في. أما من فقد أداة الكسب تنتين. قال له هدول، قال له من فقد البصر فهو معاق، ومن فقد السمع فهو معاق. ويسب قال لك السمع، والعلم أثبت أنه 95% من المعلومات العالم الخارجي من عند التنتين. تمام. والسائلين مشاريع كتير كبيرة. سائلين فهموا تسونامي. المتسولين تسونامي شو بيقولوا لك؟ بعثوا لنا تسونامي، جانا تسونامي. شو بدون إغاثة؟ عم يسألوك عم يطلبوا إغاثة منا. الزلازل والحرائق والطوفانات، وهناك هيئات للإغاثة الإسلامية. نعم. الكوارث الطبيعية قال لك هذول إن شاء الله بدك تقول لهم تبعتهم يعاني إنه والله نسكم من أتباع رسالة محمد ونسكم عطوا بس لأتباع دونك لا تعطوه. لا بالطبع لا، حتى تعرف بالطبع لا لا، والمجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية تمارس هذا الأمر. إيه لا، شوف رب العالمين فصله قال لك لا تعصب، هذول ما فيش تعصب لهم. واحد تعصب لهم هلا، واليتامى ابن السبيل واحد مقطوع قديش بيبقوا مقطوعين، قال له امك شو ان شاء الله بتسأله شو عقيدته. واضح. وفي الرقاب، هل الرقاب يا استاذي العبيد في شيء اسمه الان الرق البشري؟
الان 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 عم يجوا ياخذوا اطفال وبياخذوا نساء وكذا وبيتاجروا فيهم بالجنس والى اخره. قال لك هذول انت بدك تدفع فلوس وتخلصهم. يعني صار نوع من انواع الاستعباد الانسان، انه فقد حريته من قبل اشخاص ثاني ما عم يقدر يفلت منهم. هذا الشيء موجود الى الان. نعم. يعني هدول كمان انت مسؤول عنه نسب بلك المتاجره بالبشر الى الاخري. الدول كلها بتكافحها. قلت في مكان كان واحد عم يشتغل على يدين وعم يشتغل تمام، تجي كمان بتفكه لا ما بيقدر يترك. الموقوفين لاسباب ماليه للعجز وليس خيانه او اساءه. نعم. امانه. نعم. الموقوفين. نعم. لعجز مالي اصابهم الفقراء. قال لك الفقراء لا مشتركين. لا الفقراء جماعتك. شوف الفقراء ما حطهم هون. حطهم بالصدقات الفقراء والمساكين. الفقراء مو موجودين هون. انما ليس البر. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر واتى المال على حبه. بدا بذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب. ما في فقراء. نعم نعم. مزبوط. نعم. وذوي القربى. ذوي القربى مين؟ غير اولي القربى. ذوي القربى ليسوا اولي القربى. يعني انا سكرتيري صار له عندي 30 سنه هذا ما بيقربني يعني من اولي القربى. زميل المهنه او من على يساعدك في عملك او معك بوشك بوشه على طول. ذوي القربى في اقتراب كثير قريب منك وانت بوشك. قال لك هذا وبالمناسبه وبالوصيه بدك تحطه. إذا حضر الوصية ذوي القربة كما واليتامى والمساكين ذوي القربة الناس قراب منك. قال له قد يكون أنت من مسلم مؤمن هو مو مسلم مؤمن. قال له إيه وين المشكلة؟ اشرح للناس فاليوم في ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا كثير بدنا نحط عليها شوي. بثواني لو سمحت. بثواني. طيب الذي لا يملك شيء. انا ما معي شيء. أيوة. قال لك طيب شو اتاك رب العالمين؟ قال له اتاك صوت حلو، قال له بتغني بتعلم الناس تغني، اتاك موسيقي. بغني لا يعلم الناس القران. نعم نعم بتغلم الناس بتعلم الناس الموسيقى، نعم. رياضي بتعلم الناس الرياضه وبتدربهم. شو الله اتاك موهبه؟ ليش مو المهنه والكمبيوتر وكل شيء؟ شو اتاك مهنه بتبدع بايش انت؟ قال له هي بتعلمها للناس هي فلينفق ومن قدر عليه رزقه ما معك شيء تدفع قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله سبحان الله. يعني شو الموهبه اللي اتاك الله؟ اذا هناك شيء غير المال. نعم نعم وهذا توفيق منه مفتوح كله واضح. شكرا لك دكتور نشكرك. اعزائي المشاهدين نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة ونشكر طاقم العمل. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.